السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة عقارات بلادي البيع والشراء. واللي مازال ما اشتركش اشترك معنا في القناة باش ديما تتواصلوا معنا بالجديد، والجديد راه ديما كاين وديما موجود. مرحبا بكم كاملين. واليوم جنا لكم هاد الهمزة، أرض فلاحية اللي باغات تباع، وكنت واجد بإقليم سطات ولاد سعيد، وبالضبط بالضبط كاينة في دوار ولاد بن ناصر، حدا الدوار كاينه ما بين جمعة ولاد عبو ولا ربعة ولاد سعيد، كتبعد على ربعة ولاد سعيد ب 8 كيلومتر، وكتبعد على جمعة ولاد عبو ب 12 كيلومتر. داخله ليها الطريق بيضة كيلومتر ونصف، ولكن بيضة مزيانة بالتوفنة، الطريق عندها كتوصل مزيان. المساحة ديال هاد الأرض قطار ونص، قطار ونص تبارك الله، كبيرة ومزيانة وزوينة، وديزين حداها بوطوات ديال الضو اللي كاينين في الدوار، راه قرابين ليها حيت هي قريبه على الدوار، كاين الضو موجود متوفر، وكاينه العوينه حتى هي قريبه ليها متوفره ديال الماء، الماء ديال لونيب. والوراق ديالها راه متيتر، وراق هي متيتره، الوراق ديالها مزيانين ناضين. ومول هاد الارض باغي فيها 20 مليون، 20 مليون للهكتار، راه ثمن مزيان وزوين، وجات في موقع تا هو زوين، وجات على الطريق على البياضه تبارك الله. اللي بغى هاد الارض هذه راه يتواصل معنا على الارقام اللي غادي نخليو لكم في العنوان وفي الوصف، ويكون الخير ان شاء الله. وكما ديما ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ديما تتواصلوا معنا بالجديد، والجديد راه كاين ان شاء الله. ومرحبا بكم كاملين، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم.